بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم إشراقات الغد، وسعداء أن نجدد هذه الإطلالة عليكم، ونحن والشعب السوداني جميعا نتنسم عبق الاحتفال بثورة ديسمبر المجيدة، ثورة الحرية والعدالة والسلام. وبالتأكيد الحديث عن السلام يتواصل في هذا البرنامج، لعلنا نسهم بالرؤى المختلفة والمتباينة والتي تنتهي في مجملها إلى سلام يحقق تطلعات الشعب السوداني، وهذا ما نرجوه ونأمل فيه. ونحن يعني نطفئ شمعة من عمر الثورة، وبالتأكيد نوقد شمعات الأمل لتنير كل المساحات محبة وسلاما في هذا الوطن الذي يستحق أن يعيش في أمن وسلام. نسعد بكم، وباسم فريق العمل نتقدم إليكم بالدعوة لمتابعتنا ومرافقتنا في هذا المشوار، والذي نتحدث من خلاله عن الفترة الانتقالية وتطلعات أكبر للسلام والعدالة الاجتماعية. أسعد أن نرحب بضيفين عزيزين معنا، الدكتور عبد القادر إبراهيم، رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية. دكتور سلام عليكم، أهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ومرحبا بكم ومرحبا ببرامجكم إشراقات الغد. ايضا سعداء بك الباشمهندس صديق بشاره، امين امانه الشباب بمركز اشراقات الغد، في ان تكون معنا في هذه الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذي الجلال والاكرام. وتحيه سلام وود ليكم اسره برنامج اشراقات الغد في فضائيه الشروق، وعبركم السلام لكل اهلنا في كل ربع السودان. نعم، تحية وسلام لكل مشاهدينا أينما كانوا، ومباشرة على بركة الله نبدأ هذه الحلقة من البرنامج. والسلام وما أدراك ما السلام هي سلسلة حلقات من البرنامج تتناول زوايا مختلفة، رؤى متباينة لهذا الملف، ملف السلام. لكن تصبح دكتور ضرورة تفاعل المجتمع مع قضايا السلام. حتى الآن يعني المفاوضات تجري في جوبا أو أيا كان المنبر الذي يحتضن المفاوضات والسلام، ولكن تعاطي المجتمع مع هذه القضية المهمة والملحة والضرورية لشعب السودان لم يكن بالقدر الكافي، في ضرورة أن يتفاعل المجتمع مع أمر السلام. حقيقة يعني من الشيء الطبيعي هو أن يكون هنالك تفاعل من قبل الجمهور والشعب السوداني تجاه السلام وتحقيق السلام، لأن حقيقة دون سلام لا 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 لا, لا يوجد استقرار، ودون سلام لا توجد تنمية، ودون سلام لا يمكن أن تتعايش هذه الشعوب مع بعضها البعض. لذلك نحن كنا نقول منذ اليوم الأول ومنذ أن جاءت هذه الثورة المباركة ومنذ أن جاء هذا التغيير، بأنه لابد من أن هنالك استكمال لهذا التغيير، استكمال لهذا العرس الكبير. لابد أن يكون هنالك سلام، لابد أن تكون تتجه الأنظار إلى الذين يعني يحملون السلاح، وإلى الذين يعني كانوا في الخارج يقاتلون الحكومة السابقة أو النظام السابق، لابد من استصحابهم. لذلك كنا نقول يعني استكمال عملية التغيير لن تتم إلا بالاتجاه صوب هذه الحركات، حركات الكفاح التي يعني تحمل السلاح. وبالتالي يعني الشيء الذي يعني أرهق الحكومة السابقة والنظام السابق هو كانت هذه الحروب التي كانت في أطراف السودان، لذلك دونها لن يكون سلام حقيقي. نعم، هنالك الآن كثير من الأزمات التي يمر بها الشعب السوداني، لذلك هو الآن يعني يفكر في أولوياته، في قوته، في معاشه، في مسألة المواصلات، في مسألة هذا القلاء الطاحن. لذلك يعني ما عادت مثل هذه الأشياء يعني تجذب هذا المواطن، لأن هنالك أولويات له. لكن حقيقة نحن نقول لابد أن يكون هنالك يعني توعية كبيرة جدا، وفي هذا الجانب أيضا الإعلام له دور كبير جدا. لابد من تبصير الشعب السوداني بالسلام، ولابد إذا أردنا يعني استقرار، وإذا أردنا تنمية، وإذا أردنا يعني عيشا رغد، لابد من أن نتجه إلى السلام، ولابد من تحقيق السلام. لذلك هنالك دور كبير جدا على الإعلام، لابد
أن يعمل في هذا الجانب وأن يوعي الجميع وأن يلتف حول السلام. أيضا السياسيين أو القادة السياسيين يعني دعونا الآن أن نتجه بكلياتنا إلى السلام وإلى المناداة، بلا بد من إسكات هذه البندقية، ولا بد الكل أن يأتي يعني إلى الداخل وحتى يكون هنالك سلام حقيقي، وبعد ذلك نفكر في بناء هذا السودان بناء يعني يعانق فيه كل الشعب السوداني يعني طموحه وآماله. الآن الشعب السوداني كله تشرئب الأعناق إلى جبهة للخروج إن شاء الله من المتوقع بنهاية هذه الفترة العصيبة، وإلى عودة هؤلاء الذين يحملون السلاح وحركات الكفاح المسلح إلى السودان وإلى حضن السودان، وبالتالي مشاركة والمساهمة في تنمية السودان. نعم باشمهندس صديق محمد بشار، بعد التحية لك من جديد. دكتور عبد القادر أكد على أنه ضرورة أن يتفاعل المجتمع، ولكن يعني ربما نتساءل كيف يعني تفاعل المجتمع مع قضاء السلام. طيب هي العملية بتاعت التفاعل الآن تحتاج لإثارة كيمياء السلام، يعني لابد أنه نحن الآن نطلق في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ أمتنا السودانية ثورة السلام. نحن الآن بنحتفل بمرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة، وهي دي ثورة يعني تفاعل فيها كل قطاعات الشعب السوداني بمختلف مكوناته، ونشهد بأن الشباب هم من قادوا الرمح وكانوا طليعة هذا الحراك. وبالتالي نحن الآن نحتاج لثورة السلام، نحتاج لأن نتفاعل كلنا، يعني كل هذا السودان أول حاجة شعارنا الأول كل أجزائه لنا وطن. والآن مسيرة السلام ليست هي حكر على مناطق النزاع فقط، لأن كل السودان يتأثر بعملية السلام. وبالتالي نحن الآن محتاجين بكل قطاعات المجتمع. أنتوا الآن أفرزتوا قلتوا كلمة مجتمع، المجتمع بكل مكوناته يجب أن يتفاعل في هذه المرحلة المفصلية، مرحلة السلام ودفع السلام للأمام. السلام ده زي القطر، لا بد أن يمهد له، ولا بد أن القضبان تكون موجودة، ولا بد أن المحطات تكون مجهزة عشان نقدر ننتقل بالسلام بقطار السلام من محطة إلى أخرى، وفي كل محطة نحن نحرز ذات تقدم. أنا لا يعني رأيي الشخصي أنه الآن التفاعل بقضية السلام إذا مسكناها بمحاور المختلفة في بعض الأجزاء في تقدم وفي بعض الأجزاء في تأخر. مثال الآن على مستوى الإعلام، يعني أول حاجة نحن نسجل باسم مركز إشراقات القدس صوت شكري لفضائية الشروق ولهذا البرنامج المتميز اللي هو وضع يعني الطبقس الأساسية لمحتواه الإعلامي في هذا البرنامج اللي هي القضية بتاعت السلام، وفي حلقات كثيرة جدا سجلت في هذا المحور الأوحد، وهو ده المحور الأساسي الآن والتحدي الأول للمرحلة الانتقالية. يعني عنوان الحلقة ذاته هو الآن تحديات المرحلة الانتقالية، فالمرحلة الانتقالية الست شهور الأولى هي أفرزت لهذه القضية الأساسية والمحورية لأهميتها ولتأثيراتها على كل القضايا اللي بتجي بعدها. فيفتكر أنه الآن التفاعل يجب أن يكون على مستوى كل الإعلام، نحن محتاجين كل الفضائيات الداخلية، كل الفضائيات بشراكات الذكية مع الفضاء الخارجي، بأنه نحن نتناول القضية بتاعت الإعلام ونمشي بها، الإعلام يتناول قضية السلام ونمشي بها لقدام. كذلك الثقافة، يجب أن نعزز ثقافة السلام. التعليم يجب الآن نرجع للمدارس لرياض الأطفال، يعني نستوعب كلنا المعنى بتاع السلام، إن هي دي قضية محورية، إن هي دي الآن القضية الأساسية. فعلا في قضايا تانية أهميتها لا تقل عنها، قضايا معاش الناس، قضايا الانتقال السلمي نحو دولة ديمقراطية تسع الجميع، لكن دي كلها المفصل الأساسي، الهيكل العظمي الأساسي اللي نحن مفروض كلنا نلتم حوله اللي هو القضية بتاعة السلام. وهذه المسارات المختلفة إذا كلها انسابت في خطوط متوازية، في النهاية بنصل لمحطات نهائية اللي هي بنحقق بها الهدف المنشود اللي هو هدف السلام. يعني السلام الآن ودي من الأخطاء شيء، السلام الآن هو ليس مربوط فقط بالتفاوض اللي بيتم في جوبا. القضية بتاعت جوبا هي قضية بتاعت حوار، هي قضية بتاعت نقاش، هي قضية بتاعت شراكات ما بين الدولة، ما بين الحكومة، وما بين الحركات المسلحة في إنها تصل لتسوية للعملية السياسية، في النهاية كلها تتبلور بسلم نمشي لقدام.
لكن السلام في السلم المجتمعي، في القضايا المرتبطة بالسلام، في القضايا المربوطة بالسلام بشكل عنده علاقة بالمصالحات، في قضايا السلام المربوطة بالمتأثرين من النزاعات اللي تمت في الحروب. فهي دي كلها لو ما حصل لا دفع إيجابي من المجتمع ده بنلقى إنه بعض العثرات. ونحن عايزين نستفيد من كل التراكم بتاع الخبرات بتاعتنا في ملفات السلام، في التفاوض الحصل في فترة السلام، في إنه نحن نقوم نفرد لنا مسار كبير جدا يخلق به ثورة سودانية حقيقية من أجل السلام. نعم دكتور عبد القادر، الباشمهندس يعني طرح أرضية للنقاش بشكل يعني مستفيض في محاور مختلفة، لكن بيبقى يعني حكومة الفترة الانتقالية التحدي أمام الآن هو ملف السلام بالدرجة الأولى. إذا كان في سلام معناها النواحي الاقتصادية بيبقى عليه أثر مباشر على الوضع الاقتصادي في السودان، فشنو المطلوب من حكومة الفترة الانتقالية في التفاعل مع قضايا السلام في أطراف السلام المختلفة؟ بالتأكيد السلام لم يكن مختصر فقط بين حركات الكفاح المسلح وحكومة الفترة الانتقالية الذين يتفاوضون في جوبا الآن، هنالك العديد من الشركاء أصحاب المصلحة الحقيقيين من المواطنين، من الذين يعني اكتووا بنيران الحرب إذا كان في المناطق الثلاث أو غيرها من أجزاء السودان. أعتقد هو حقيقة، لكن الأولوية هي الآن لإسكات صوت البندقية، وهذه هي التي كانت يعني ترهق النظام السابق. يعني الصرف الذي كان يتم على الأمن وعلى الجانب العسكري هو يمكن أكثر من 80%. يعني لذلك أنا أقول بأنه حتى يعني عملية السلام ارتبطت بها قضايا كثيرة جدا. يعني كل العقوبات التي يعني كانت على الدولة السودانية هي جراء يعني هذه النزاعات التي كانت على مناطق النزاع وقضايا الحرب، كل هذه يعني من هذه العقوبات الكثيرة يعني التي كانت على الشعب السوداني جراء هذه النزاعات التي كانت في هذه المناطق. لذلك أنا أقول أولوية إلى الآن إلى الالتفات إلى مصالحات حقيقية، وبدخول كل الحركات التي تحمل السلاح إلى السودان، والمشاركة من خلال تسوية سياسية، وبالتالي لأن هنالك بعض هنالك قضايا مرتبطة بالسلام تتعلق بإعادة المهاجرين إلى قرام، إلى المصالحات وإلى التعويضات، أن هنالك الآن من يعني هجروا من قراهم ومن تم يعني وقع يعني ظلامات كثيرة جدا عليهم. فبالتالي يجب الالتفات إلى الآن أول تحقيق هذا السلام، ثم بعد ذلك أيضا هذا طوالي يعني يدفعنا إلى المصالحات، إلى تحقيق السلم الاجتماعي. والآن هنالك احتقان كبير جدا في الساحة السياسية. يعني مجرد أن ننتقل إلى قفل باب الحرب، ثم بعد ذلك نلتفت إلى جانب تحقيق مصالحة سياسية والاتفاق حول مشروع سياسي ووثيقة نعلي فيها المصلحة العليا للدولة السودانية على المصالح الضيقة، على المصالح الشخصية والحزبية والأيديولوجية الضيقة. لذلك هذه المسألة الآن التحدي الثاني أنا بالنسبة لي أو في رأيي الشخصي هو الذي سيتعلق بعد تحقيق السلام، هو في مدى استعدادنا إلى تحقيق مصالحات على مستوى كل القوى السياسية، أن تجلس بتوازي وأن تجلس في دائرة مستديرة وأن تضع وثيقة تعلي فيها واتفاق حول مشروع سياسي وطني بإرادة وطنية. وبالتالي هذه يمكن التحدي الثاني الذي سيواجه حكومة الفترة الانتقالية. نعم معلش دكتور لو سمحت لي في الجزئية دي، أنتم على يعني رأس حزب من الأحزاب السودانية، فمباشرة نتكلم عن دور حزبكم فيما تصل بالسلام والمفاوضات. نعم نحن منذ اليوم الأول كحزب الشرق العدالة والتنمية كنا ننادي عبر منابر إعلامية مختلفة
ويشهد لنا الكثير في هذا الجانب، كانوا يتابعون نشاط هذا الحزب، فبالتالي كنا نعطي الأولوية إلى تحقيق السلام وإلى مصالحات وإلى استيعاب الحركات المسلحة في من خلال تسوية سياسية، وبالتالي تحركنا في هذا الجانب كثيرا. أيضا الآن من ضمن المنابر، من ضمن ما يجري الآن في جوبا، هنالك مسار يتعلق بشرق السودان، ونحن كجزء من هذه المنطقة كنا الآن في الجولة الأولى وشاركنا مشاركة، والآن يمكن إن شاء الله يعني صبيحة القدس سنتجه إلى جوبا، وبالتالي نحن ندفع ونعزز ونقول كل الآن لأهل شرق السودان الوقوف مع هذا المنبر ونجاح هذا المنبر، ما دامت هو الآن نفاج ممكن من خلاله نحقق يعني جزء من طموح وآمال شعب شرق السودان، وبالتالي دعونا كل من هنا نقول رسالة إلى كل أهلنا في شرق السودان بجميع مكوناتهم السكانية إلى الالتفاف حول هذا المنبر ونجاح هذا المنبر، وبالتالي يعني فيه مصلحة عامة تتعلق بالسودان ككل، وفيه تحقيق مصلحة الآن تتعلق بمسار شرق السودان، وبالتالي من هنا نقول بأنه لابد أن يكون هناك إسناد حقيقي لكل أبنائنا من أبناء شرق السودان الذين الآن هم موجودين في جوبا ويفاوضون الآن باسم شرق السودان، وبالتالي لابد من تشكيل يعني داعم قوي وأن نقف من ورائهم، وبالتالي هذا هو الذي سعينا فيه في طيلة الفترة السابقة، وشكلنا إسناد حقيقي، هنالك كتلة كبيرة جدا من القوى السياسية. نعم. عقدنا مؤتمر يمكن من قرابة كم 20 يوم، وبالتالي كان فيه تأييد وإسناد حقيقي لهذا المنبر ولكل أبنائنا، أرسلنا رسالة قوية. معظم القوى السياسية في شرق السودان أيدت هذا المنبر، أيضا على مستوى المكونات الإدارية أو الأهلية والشبابية هنالك التفاف كبير جدا لنجاح هذا المنبر، وبإذن الله سيحقق يعني نتائج كبيرة مرجوة، وبالتالي الاستقرار إلى شرق السودان، وأيضا بصفة عامة سيكون في كل المناطق، لأن هنالك الآن في هذا المسار في ملف جوبا هنالك مسار لكل المناطق، هنالك مسار للمنطقتين، هنالك مسار لدارفور، هنالك مسار للشمال، مسار للأوسط، مسار للشرق. نعم. يعني اعتقد هو الآن حلقة جامعة كل أهل شرق السودان وبجميع بكل أهل السودان بجميع مناطقهم الآن هم موجودين وبشكل يعني حضور قوي في جوبا، وبالتالي إذا نجحت مفاوضات جوبا بالتالي سيكون نجاح لكل السودان واستقرار لكل السودان. باشمهندس، يعني ذكرت أنه المجتمع بالضرورة أنه يشرك أيا كان يعني وضع المجتمع في أي جغرافيا من جغرافيا السودان، فأمر إشراك المجتمع في أمر السلام وملف السلام، صحيح أن المفاوضات الآن تجري في جوبا في قاعات، ولكن الذين يعني سيجنون ثمار هذا السلام في حال تحقيقه بإذن الله تعالى هم البسطاء من أهلنا، إذا كان في دارفور، في شرق السودان، في النيل الأزرق، جنوب كردفان، أو عامة السودان، فبالضرورة أنه المجتمع أيضا يعي يعني دوره كامل غير منقوص في أمر السلام. هو طبعا لابد أنه في هذه المفاوضات أن تطرح كل الأجندة الحميدة، ويجب أن المجتمع يتفاعل بأجندته المختلفة عشان في النهاية نطلع بأجند واحد اللي هو تحقيق السلام. وبالتالي أنا أفتكر أنه تعدد شركاء السلام مفيد جدا، لأننا نحن محتاجين أنه كل هذه الجروح يجب أنه نحن نقوم ننظفها ونطلع كل هذا الصديد ونطلع كل هذه المرارات عشان في النهاية نقدر أنه نحن والله يا أخي نرتق وننسج يعني خيوط بتاع السلام للأنبهة يعني هذا الشيء اللي حصل. وبفتكر أنه كثير جدا من شركاء السلام يجب أنه يكون عندهم وجود حقيقي ووجود فاعل في العملية بتاعة السلام، والمسارات اللي ذكرها الدكتور دي أنا أفتكر الآن هي مسارات بتوضح أنه والله يا أخي كل المظالم وكل الظلامات مع كل الحقب التاريخية والسياسية في السودان في تاريخه القديم وفي تاريخه الحديث الآن بتطرح على طاولة المفاوضات في جوبا، وبالتالي نحن كلنا بنمثل الآن شراكة حقيقية بأجندة إيجابية دافعين للعملية بتاعت السلام،
وده المحك الأساسي الآن، وده المحك اللي يستطيع الآن للتاريخ وللأجيال القادمة يفرد فوق الشعب السوداني جناحاته وينطلق لقدام في عملية متكاملة للسلام. وبالتالي أنا أفتكر الآن الحراك اللي ماشي في جوبا يجب أن يتفاعل معه كل المجتمع الداخلي. يعني أنت ذكرت شيء مهم جدا أخي الجعلي، في أنه الآن عملية السلام ليست هي مربوطة أو مربوطة فقط بالتفاوض البيتين في جوبا. التفاوض البيتين في جوبا ده هي عبارة عن التئام لم شركاء حقيقيين في عملية السلام، إذا كان أو إطار سياسي يعني بالضبط كده، إطار سياسي عشان يطلع المخرجات. لكن التفاعل مع عملية السلام، الآن نحن في مركز إشراقات القد أدرنا مجموعة من الحوارات، أدرنا مجموعة من الورش المتخصصة برضو فقط في قضية السلام، تحركنا نحو الولايات اللي بنفتكر إنه حصل فوق الصراع. يعني الآن لا صوت يعلو فوق صوت إيقاف هذه البندقية وعدم عودتها مرة تانية. أنا أفتكر ده الآن المحك الحقيقي بالنسبة لنا، وفي سبيل هذا يجب إنه أن إحنا نسحب لكل من له علاقة بملف السلام. وفي الحتة ده أنا بالتحديد بعني أهلنا النازحين واللاجئين، لأنهم هم أصحاب الوجع، لأنهم هم المتضررين الحقيقيين، لأنهم هم أكثر من تأثر بهذه البندقية. فبالتالي دل كلمتهم يجب أن تكون مسموعة، صوتهم يجب أن يكون واضح، الوصول لهم يجب أن يتم الليلة قبل الباكر، وصوتهم يجب أن يسمع في التفاوض. أنا بفتكر دي حاجة مهمة جدا. نحن المسار بتاع التفاوض الماشي في جوبا يجب أن ينتمه إلى هذه الأنات، إلى هذه الجراح، يجب أن يرى هذه الدموع التي سكبت طيلة هذه الأزمنة. نحن بنقول الآن لسنا في من يحاسب من، لكن نحن الآن في كيف نخرج بهذا السودان إلى محطة آمنة، إلى مسار آمن، إلى نقطة تجمعنا كلنا كأهل السودان. الآن واضح تماما زي ما ذكر أخي الدكتور في أنه والله في قضية الشرك الآن تطرح، ونفتكر أنها هي دي قضية عادلة، قضية تحتاج لأنه نحن نتناقش فوقها ونتحاور فوقها وتتجادل فوقها. الآن المنطقتين جزء من الحراك، الآن المسار بتاع في دي هي كلها مسالات. الغرض الأساسي منها أنه والله يا أخي نحن في النهاية ما نحس بأنه في أي لحظة من اللحظات أنه نحن أغفلنا صفحة، ما عايزين نقول مسار، ما عايزين نقول، دايرين نقول صفحة من الصفحات بتاعة السلام دي نحن أقبلناها. نعم. لكده يجب إنه نحن نمشي، وده دور المجتمع، وده دور أصحاب الوجعة، ودور أصحاب المصلحة. وفي النهاية يعني أنا أفتكر إنه الشعار بتاع كل أجزائه لنا وطن الآن هو بيتجسد بشكل عملي وبشكل حقيقي في مفاوضات جوبا، ويجب إنه نحن كلنا ندفعها في إنها هي تمشي لقدام، لأنها هي الآن بتمثل المخرج الآمن والمخرج السليم لكل ظلاماتنا ولكل مشاكلنا. وبالتالي دي فرصة تاريخية. نعم. يجب أن لا يضيعها، ودائما بيقول لك الفرصة إذا جاتك اغتنصها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. نتمنى أن نغتنم هذه الرياح التي تهب علينا من كل اتجاه مبشرة بالسلام الذي سيكون واقعا بإذن الله تعالى بالجهود المخلصة لأبناء هذا الشعب. سننتقل إلى فاصل بعده ونعود لنستكمل هذا المشوار في إشراقات الغد، كونوا معنا. اهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الافاضل، ونحن نتواصل معكم. نرحب بالذين بداوا معنا هذا المشوار عبر اشراقات الغد والذين انضموا الان لمتابعتنا الحديث عن الفتره الانتقاليه وتطلعات اكبر للسلام والعداله الاجتماعيه. ضيفان معنا داخل الاستوديو دكتور عبد القادر ابراهيم رئيس حزب الشرق للعداله والتنميه، وكذلك الباشمهندس صديق محمد بشاره أمين أمانة الشباب بمركز إشراقات الغد. الدكتور بعد التحية لك من جديد، شرق السودان مهم بالنسبة للسودان ولغير السودان في محيطه، يعني خاصة أنه متاخم للبحر الأحمر وجغرافيا يحدد عدد من الدول. استقرار شرق السودان يصبح أمر مهم وضرورة ملحة، لكن هذا الشرق عانى الأمرين في خلافات داخلية و صراعات قبلية وغير ذلك من يعني المشكلات التي يعانيها الشرق. السؤال مباشرة، أما آن للشرق أن يستقر؟ أعتقد أولا نسأل الله بأنه أن يستقر الشرق، واستقرار الشرق هو استقرار السودان،
وأيضا العكس تماما. فبالتالي الآن الشرق كغيره من الأقاليم عانى منذ الاستقلال، يعني في طيلة الحقب السياسية عانى من التهميش، عانى من تسلط المركز على الهامش. فبالتالي الآن آن الأوان أن تكون هنالك يعني رد اعتبار لهذا الإقليم، وهذا يتأتى بإعمال العدل وإنصاف أهل شرق السودان، وهذا الإنصاف في يتعلق بتوفير التنمية وضرورات الحياة. فبالتالي أيضا ثم بعد ذلك المشاركة في اتخاذ صناعة القرار على مستوى الدولة السودانية والمشاركة في صنع هذا القرار. أعتقد الآن شرق السودان هو كغيره من الأقاليم عانى كما أسلفت في طيلة الحقب السابقة، وبالتالي لا بد الآن من إعلاء صوت العقل. وأنا من هنا أناشد كل القوى السياسية والمجتمعية في إعلاء صوت الحق وإعلاء قيمة القبول بالآخر، وليس بس القبول بالآخر بل والأخذ برأيه. نعم. وبالتالي كمكونات الشرق يمكن في طيلة الفترة السابقة رغم المعاناة كان يعيش في سلام اجتماعي حقيقي على أرض الواقع، لم تكن هنالك أي مناوشات ولا صراعات بين المكونات السكانية. لكن الآن مجرد أن وقع هذا التغيير هنالك احتكاكات بين بعض القبائل بين بعض القوميات، لكن وهذه من صنع القادة السياسيين. هم دائما ما يتدسرون من وراء جلباب القبيلة، وبالتالي لأول مرة يتم إقحام هذه القبيلة في عملية السياسة. وبالتالي نحن نقول كل القادة السياسيين لا بد من تغيير هذا السلوك، ولا بد من إعلاء المصلحة مصلحة إنسان شرق السودان على المصالح الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة. لا بد من إنه التفات لأنه استقرار هذا الشرق لا بد أن يكون بإعمال المصالحات البينية بين كل هذه القوميات وبين كل هذه القوميات السكانية التي تعايشت عبر السنين الماضية في أمن وسلام واستقرار. لكن الآن على أرض الواقع هنالك الآن تحديات كبيرة، لا يختلف اثنان في ذلك. هنالك الآن واقع جديد، هنالك الآن صراع بين هذه المكونات السكانية. إذا ما أبعدنا يعني القبيلة في إطار التنافس السياسي، ممكن أن يكون هناك تنافس سياسي. نعم. ونبعد إقحام القبائل. القبائل. نعم. لأن الآن الإشكال المعطى الجديد في شرق السودان هي الآن أصبح السياسيين عندما فقدوا مواقعهم في الحكومة السابقة، وبالتالي أصبحوا يتدسرون من وراء القبيلة، وبالتالي أججوا هذه الصراعات. ونحن الآن نقول من هنا لابد من إعلاء يعني قيمة التصالح، من قيمة المصالحات الحقيقية، قيمة التسامح، قيمة يعني أن يكون هذا الشرق يعيش في أمن وسلام واستقرار ويصبح نموذج. نعم. يصبح نموذج كما كان في العهد السابق. نعم. يعني الشرق كان مضرب المثل لما تشهد يعني هنالك حتى في أيام ما كان هنالك تمرد، وحينما تم اتفاق سلام شرق السودان وبعد أن تمرد أهل شرق السودان، يعني هذا الاتفاق
كان نموذجا لأن بعد توقيع هذا الاتفاق لم تطلق طلقة واحدة. لذلك أنا أعتقد الشرق السودان مشهود له بالتسامح، مشهود له بالاعتراف بالآخر، لكن الآن هنالك فتنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم منها يعني شرقنا الحبيب. وبالتالي من هنا رسالتي لكل القيادات السياسية أن هنالك بعض عديمي الضمير من القادة السياسيين ينقادوا إلى أهوائهم الشخصية، وبالتالي تعبئة هذه القوميات، تعبئة هذه القبائل تجاه بعضها البعض، كل هذا لكي يتم حرق هذا الشرق، ثم بعد ذلك يأتوا من فوق الركام لكي يتنصبوا ولكي يتنصبوا المواقع. وبالتالي أنا أعتقد الكل خسران الآن في هذه المعركة، الكل خسران، الكل يربط بينهم الوشائج الاجتماعية وصلة القربة والرحم، فبالتالي لابد من إعلاء قيمة الأخلاق، قيمة القيم، قيمة التسامح، هذه يعني ينبغي أن تكون ديدا السياسيين. وبالتالي نأمل ونتمنى الاستقرار لشرق السودان كما نتمنى لكل الشعب السوداني، لكن إن شاء الله أخواننا وأهلنا في شرق السودان هم أهل عزيمة وأهل إصرار وأهل التسامح وأهل قيم، يعني إن شاء الله ستكون هذه يعني سحابة صيف تنقشع إن شاء الله قريبا، تنقشع ويعود هذا الشرق مضرب المثل لكل القيمة التسامح لكل أهل السودان. وإن شاء الله يعني موعودين بذلك في القريب العاجل بعد تحقيق السلام. إن شاء الله السلام إن شاء الله. نعم باشمهندس، شبهت يعني في محور من المحاور عملية السلام بالقطار الذي يمضي، ويجب أن تكون الطريق أو يكون الطريق معبدا يعني ليسلك إلى محطته اللانهائية في السلام. فأحيانا قطار السلام في السودان يمضي أكثر من محطة، ولكن هنالك عقبة تقف لتعيد هذا القطار وترجعه لمحطات أخريات، فإلى أي مدى يعني يصبح أمر ضرورة المحافظة على الخطوات التي تحرز في طريق السلام الإمساك بها وتثبيتها ومن ثم القفز إلى المحطة التالية؟ هي طبعا دي من إشكالاتنا الأساسية، هنا كشعب سوداني دائما قاعد أقول، ودي الآن واضحة تماما حتى في تاريخنا، يعني نحن تاريخنا أغلبه منقول يعني، ودي رؤية شخصية يعني بنقول يا أخي والله نقلها، وكثير من التاريخ ورد إلينا من المؤرخين. فبالتالي نحن من عيوبنا الأساسية نحن أمة لا نكتب، يعني يجب أن نسجل ويجب أن ندون. في الجامعة، أنا في الجامعة كنت بمشي للشيتس يعني، لكن حكاية تكتيب ما في، وكلنا يعني بضرب مثل بقول يا أخي المفكرة بنأخذها أول السنة بتاعت السنة الجديدة بيكون كتبنا فوق 3-4 صفحات، بعد شوية بتلقاها فاضية، يعني أغلب المفكرات بتاعتنا كده. يعني حكاية بتاعت التراكم بتاع الأشياء بتاعتنا والأرشفة عندنا فوق إشكال. فبالتالي نحن مررنا بمحطات كثيرة جدا للعملية بتاعت السلام، واضح تماما أن الإشكالية بتاعت الحرب هي إشكالية قديمة جدا، والإشكالية بتاعت النزاعات المسلحة، والإشكالية بتاعت الهامش والمركز، وعقدت فيها كثير جدا من المفاوضات وكثير جدا من حلقات السلام، يعني في كل الحقب السياسية المختلفة، يعني منذ الاستقلال إلى أن أتى هذا التغيير، وتتغير فقط الدول والمحطات يعني من أبوجا إلى مشاكس إلى نيفاشا التي اقتطعت جزء عزيز جدا مننا وفارغنا. فبالتالي نحن يجب أن ننتبه يعني ونستفيد من هذه التجارب لكي لا يتشظى السودان. جماعة أي زول بيفتكر أن السودان ده ما في جهاد عايزاه يتشظى يبقى هو واهم، وإذا بيفتكر أن السودان ده هو بعيد يعني عن النظارات السوداء وعن أصحاب القبعات فهو برضو واهم تماما. يعني نحن الآن بنتحرك في عالم أصغر من قرية، يعني الآن وسائل التكنولوجيا أصبحت محيطة، الآن العالم يتدخل ونحن جزء من المعادلة الإقليمية وجزء من المعادلة الدولية. وأنا حتى لما كان بيتكلم أخي دكتور عبد القادر طوالي ورد في خاطري إنه كل ذي نعمة محسود، وطوالي بديت أتخيل في السودان ده، وهي تنوع بتاع موارد، تنوع بتاع مناخات، تنوع بتاع ثقافات، تنوع بتاع حضارات، تنوع بتاع لهجات، تنوع بتاع موروثات ثقافية كلها اتشكلت في هوية سودانية. يعني هذا التنوع
نحن الآن برضو من التحديات الكبيرة اللي بتقف أمامنا، نحن كيف نحافظ على هذا التنوع وندير هذا يعني التنوع وندير هذا نعم. التنوع يعني هذا الآن يحتاج إدارة التنوع، إدارة الموارد، إدارة هذا الخليط وتجانسه ونجعله كيف متجانس شباب لقدام. الآن قضية الشرك دي أنا من هذه الحلقة بدقنا غوص الخطر، بقول انتبهوا للشرك ثم انتبهوا للشرك ثم انتبهوا للشرك. الآن الشيء اللي بيحصل في الشرك ده يعني يجب أنه كل الناس يقيف، ويجب أننا كلنا نتصدى به. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في محكم تنزيل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى المعيار هو معيار بتاع التقوى. يبقى نحن عوامل التقوى وعوامل الدين دي لابد أنه تتنزل في إدارة كل هذا الشيء الآن الموجود. يعني البندقية التي أطلقت في دارفور وفي النيل الأزرق وفي جنوب كردفان نحن شايفين أثرها. البندقية التي أطلقت في الشرق وحصل العملية بتاع السلام وشرق السودان دخل في سلام، الآن نحن بنشوفه متمثل في تنمية. فنحن نمشي لقدام بالقطار اللي انتو قلتوا بمساراته، ولا نرجع القهقرة إلى الخلف؟ ده برضو أنا افتكر من الأشياء المهمة جدا إنه نحن يجب نتناولها. الآن الشرق هو بيمثل ثقرا الباسم، بيمثل هو الآن يعني وجهنا، بيمثل وجهتنا، بيمثل طلتنا البهية نحو البحر الأحمر يعني. فبالتالي يجب أنه نحن ننتبه لدي. أنا كنت زمان أعتقد دوما أنه يا أخي الحكمة تأتينا من شرق السودان، وهم أهل حكمة وهم أهل يعني دراية وأهل حنكة يعني. والسودان ده أنا يعني عايز الناس دائما تتأمل فوقه، يعني الشرق، دارفور، الثورة المهدية، كلها عوامل التقت مع بعض في فترة من الفترات وشكلت ثورة سودانية أصيلة. يعني الناس الآن لما تتكلم عن الدولة أو تتكلم عن المملكة التي لا تقيب الشمس يعني عن مستعمراتها، نحن يعني هزمنا هذا المستعمر، وكان ما كان بجهة محددة ولا بمنطقة محددة ولا بإقليم محدد ولا بقبيلة محددة، بل بثورة سودانية ملامح قدرت انه والله يا اخي تهزم هذا المستعمر، وقدرت هي تحقق دولة سودانية. نعم. لكن تاني تكالبت عليها الاعداء وتكالب عليها اصحاب المصالح واصحاب الغرض، ودخلوا بينا من تحت زي السوسة، انهكونا من داخلنا، رجعنا للاستعمار تاني الى ان نلنا استغلالنا في 56، ومن نلنا استغلالنا في 56 برضو الى الان نحن ما عايشين استقرار يعني. نعم. هي دي من الاشياء اللي يجب نحن ننتبه لها ونراعي لها. نعم. ودي هنا بيجي دور أصحاب المراكز اللي معنية بالتخطيط الاستراتيجي والتحليل الاستراتيجي، إنه هل الصراعات دي هي صراعات آنية مرحلية وقتية زائلة مصطنعة هل نحن عندنا دور، هل أصحاب المصالح عندهم. فأفتكر إنه الآن النظرة لما يحصل في أي جزء من أجزاء السودان يجب إنه نحن ننتبه له. والآن السودان الآن فوق كل الموارد، موارد ما تحت الأرض من موارد معدنية، من فيه كل الثروات من ثروات حيوانية إلى ثروات زراعية، فوق كل المناخات المتعددة. بالتالي أنا أفتكر إنه المسار بتاع القطر ده قلناه، ونحن الآن بنتحدث عن قطار السلام جماعة، في أي محطة من المحطات يجب إنه نحن نتزوق نكهة السلام عشان نقدر نمشي لقدام. نعم. يجب أنه نحن نستصحب معانا كل الإرث المتراكم من عملية السلام. يعني كوننا نبدأ في أي محطة من المحطات نشيل الملف بتاع السلام نفتحه من الصفحة الأولى، يبقى نحن بنعطل في العملية بتاعت السلام. ما بننتبه للشيء الحاصل الآن على الأرض، على المتضررين من استمرار أمد الحروب أمد. نعم. النزاعات. فبالتالي نحن فعلا محتاجين لأنه يحصل تراكم إيجابي للخبرات اللي استفدناها من كل المراحل، نستصحبها ونمشي بها لقدام. نعم. دكتور عبد القادر، الشرق يعني مظلوم والشرق مأزوم مثل كثير من جغرافيا السودان ومناطق السودان والولايات المختلفة. بتقديرك يعني هل عنصر التنمية هل يمكن أن يحل كثير من مشكلات شرق السودان وكثير من أجزاء السودان التي تحدث فيها كثير من احتكاكات المشكلات؟ أنا أعتقد أولا يعني لا شك بأن السودان يقع في دائرة الصراع والتنافس الدولي، هذه من المسلمات. ولكن أنت عندما تريد أن تدخل في حلبة هذا التنافس، إذا لم تمتلك يعني القوة الشاملة للدولة السودانية، أنا أعتقد يعني لن تدخل في هذه الحلبة ولن تدخل في هذا الملعب إذا لم تمتلك القوة الشاملة. والقوة الشاملة للدولة السودانية تتعلق بالقوة الاقتصادية، القوة السياسية، القوة الاجتماعية،
القوة العسكرية، القوة التقنية. في حقيقة ومن أولى نقاط الضعف لأي دولة هي التي تتعلق بوجود يعني البناء الداخلي. فهنالك الآن يعني توحيد الجبهة الداخلية، يعني هذه في كل المخططين الاستراتيجيين، يعني إضعاف نقاط أي قوة لأي دولة ولا نقاط ضعف تحسب أولا يعني مدى تماسك هذه الدولة السودانية. الجبهة الداخلية هل هي موحدة؟ هل هي متفقة حول رؤية محددة؟ يعني وهنا يعني أقف في مقولة للزعيم ماو عندما سئل عن النهضة الصينية، قال: أنا وحدت كل الشعب الصيني تجاه هدف واحد. فأين نحن الآن من توحيد هذه الإرادة؟ فأعتقد هنالك الآن مشكلة كبيرة جدا تتعلق بالرؤية، قياب الرؤية والعقل الاستراتيجي الذي يفكر للشعب السوداني، وأيضا قياب الحلم الوطني. نحن للأسف الشديد كل القوى السياسية وكل السياسيين يعني مشكلتهم دائما هي دائما البكاء على الماضي والتشخيص، ودائما ما يغرقون في التوصيف وفي الصراعات القديمة وفي التاريخ قصص، ما في أي رؤية استراتيجية مستقبلية أو استراتيجية. أيوة، لذلك وبناء أي دولة يتعلق أولا حول وجود وثيقة تتعلق ب هذه الوثيقة فيها كل المصالح العليا للدولة السودانية. أنا أتحدى الآن أي سياسي يقول له ما هي الوثيقة أو ما هي المصالح العليا للدولة السودانية، ما تجد فيها يعني الكل مختلف فيها. نعم. وأي شعب إذا أراد أولا أن ينطلق وأن يكون هنالك تغيير حقيقي لابد من توحيد المشاعر الوطنية تجاه هدف واحد، ودي الآن معدومة. الكل الآن ضد الكل، لا يعقل أبدا دولة بهذه الصورة لن تذهب بعيدا ولن بعيدا. نعم. ولن تتطور ولن تذهب إلى الأمام. نحن حقيقة هنالك إشكالات حقيقية جدا الآن، خطاب الكراهية الآن، تغذية الكل ضد الكل، هذه الأيديولوجيات تجاه الآن الصراع السياسي تجاه القبنة السياسي، يعني إطلاقا نحن إذا ما غيرنا هذا التفكير، وأي دولة الآن لا يمكن، إذا أردنا دولة حديثة قوية لا يمكن أن ندير هذه الدولة بأفكار تقليدية. الآن نحن كل هذه القوى السياسية ولا الكل نحاول بأفكارنا هذه التقليدية نحاول نخدع نفسنا بأنه نحن نريد أن نبني دولة سودانية قوية، وهذه إن جلسنا بهذه الصورة لمدة 100 عام لن نذهب بعيدا. فبالتالي نحن نريد أن يتم تغيير لهذه العقلية السياسية، وأن تكون هنالك رؤية استراتيجية يتفق حول كل الجميع لكي نبني ونفكر لبناء دولة سودانية حديثة. أولا لابد من توحيد المشاعر الوطنية، لابد أن يكون هنالك خطاب تصالحي، لابد أن نختلف سياسيا لكن لا نختلف حول مصلحة الدولة السودانية. نعم. العليا. نعم. حول الأمن القومي للسودان. في حقيقة هذه قضايا لن تأتي إلا بالتعليم، لأن للأسف الشديد الآن يعني معظم الذين الآن هم الآن على سطح العمل السياسي والقالبية منهم هم للأسف الشديد يعني لا يفكرون بهذه العقلية. نعم. الاستراتيجية. نعم. عقلية تقليدية، وبالتالي لا يمكن أنت إذا أردت أهداف استراتيجية، هذه الأهداف الاستراتيجية لم يكن هنالك عقل استراتيجي، فلن يعني لا يمكن بأفكار تقليدية تريد إنتاج دولة عليا وأفكار استراتيجية عليا، هذه المسألة. نعم. لن تكون يعني. نعم. بهذه الأمان يعني. نعم. باشمهندس، أنتم بوصفكم أمين أمانة الشباب
بمركز إشراقات الغد، والشباب يعول عليهم كثيرا في إحداث التغيير المطلوب، والذي يعني تفضل الدكتور بأن الأفكار القديمة يجب أن ننفض عنها الغبار، ونفض الغبار هذا لا يتأتى إلا بسواعد فتية، سواعد للشباب. فالشباب مثل ما كانوا وقود للثورة التي أحدثت هذا التغيير، أيضا يجب أن يكون لهم دور في عملية السلام. نحن الآن في مركز إشراقات الغد، طبعا القضية الأساسية والمحورية بالنسبة لنا هي قضية السلام، وبالتالي كل الأمانات اللي موجودة في المركز هي أصبحت تحت قيادة وراية أمانة السلام بالمركز، وده يتشكل يمكن في كثير جدا من البرامج اللي تمت عبر المركز في الفترة السابقة، وكثير من الورش المتخصصة في السلام. في ورشة عقدت بالمركز بالنسبة لعضوية والجمعية العمومية للمركز ذاته وتكويناته المختلفة وأماناته المختلفة، في ورشة تمت في فندق الهوليدي فيلا برضو لفعاليات كثيرة جدا، جزء من واجهات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال السلام، وكانت ورشة محضورة جدا ويترفعت فيها توصيات كثيرة جدا. وفي ورش برضو مشت للولايات وعقدت ورشة بمدينة الفاشر، وفي ورشة عقدت أيضا بمدينة الضعين، ونحن ماشيين إن شاء الله لاستكمال بقية الورش في ولايات دارفور المختلفة. ونحن حقيقة رؤيتنا في هذه الورش إنه نحن نخاطب أصحاب المصلحة ونخاطب أصحاب الوجع الحقيقيين اللي هم معنيين بالقضية الأساسية بتاعة السلام. وفي كل هذه الورش نحن إن شاء الله عندنا رؤية في أنه تتجمع هذه التوصيات كلها وتتناقش وتبقى هي رؤية المركز بالنسبة لعملية السلام. لا نفتكر أنهم دي الشركاء حقيقيين بالنسبة لنا في عملية السلام. نحن ما يميز مركز إشراقات الغد أول حاجة أنه العمل بيتم كتيم ويرك متجانس جدا، فوق مختلف الأجيال، فوق مختلف الأعمار، فوق مختلف الرؤى الفكرية السياسية والثقافية، فوق مختلف التخصصات المهنية والأكاديمية. وأفتكر أنه كثير جدا يعني من الأخوان والأعمام يعني في مركز إشراقات الغد هم أسروا الحلقات السابقة من هذا البرنامج، ونحن برضو بنعول كثير جدا في أنه المركز يمشي لقدام ويحاول يضع رؤية متكاملة جدا لملف السلام تدعم أخواننا المفاوضين، وتكون برضو عبارة عن جسر بتاع تواصل ما بين التفاوض اللي بيتم في جوبا وما بين المجتمع المدني وما بين أصحاب المصلحة وما بين أصحاب الوجع الحقيقية. ويمكن ده دور مهم جدا نحن بنقوم به كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. الشباب حاضر في كل هذا الحراك، أمانتنا أمانة الشباب. نحن عندنا مشروع كبير جدا اللي هو المشروع الشبابي للسلم المجتمعي، وبنفتكر انه دائما السلم المجتمعي بيتم بعد ما تتأطر الرؤية السياسية الكاملة ويحصل التعافي السياسي. نعم. وان شاء الله يعني الشباب دوما هم قدامه قادمين وبيقودوا المسيرة دوما ان شاء الله. نعم، هذا ما سمح به الوقت من حديث في هذه الحلقة والتي تناولنا فيها الفترة الانتقالية وتطلعات أكبر للسلام والعدالة الاجتماعية. في ختامها أتقدم إليكم بجزيل الشكر الدكتور عبد القادر إبراهيم رئيس حزب الشرق للعدالة والتنمية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. وكذلك الشكر لك الباشمهندس صديق محمد عبد الجبار، صديق محمد بشار عفوا، أمين أمانة الشباب بمركز إشراقات الغد، وكنا سعداء بك وبالحديث إليك. شكرا. نحن شاكرين لكم، ودائما شمس السلام تشرق من الشروق إن شاء الله. نعم، نتمنى أن تشرق شمس السلام لتضيء كل أرجاء المكان وكل أرجاء هذا الوطن الحبيب. انتهت هذه الحلقة من إشراقات الغد، ويبقى الأمل إن شاء الله في لقاء جديد يجمع بيننا وبينكم. حتى ذلك الحين لكم تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.